بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل وبغل تضواتن يسقالات يكمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج من كسو جري باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها مسارد بدون خلاف بين العلماء ينوي باب يستي مسلم حديث تيدي وكاني مسألة وحكو سابسان تهي قريها مكة قريها مكة كويال للك مكة انت حرم كأ هي حلق وحدونا ما نقول للك مكة اللي يجاهدو ملك عليها مثل مسلمين تودن بقول دحية أيو كو سابسان يه حديث كأنه كم مرأي سورة المناجة صدح كون هل بغل يتضبو من حديث علقمة بن نضلة وتابعية يوحو لي توفي رسول الله وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكنا ومن استغنى أسكن سيدة أسوله نبي محمد بعد انت عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر أيضو قريها الرباع جمع ربع ويو مركوا للك لدقين بوسك أيضو قريها مكاكويا للويقان السوائب وحي قريها مكاكويا لو حال أورنجريون السوائب لما كان لهو نفق قيلا لسيد دين جري صائبة سميدا مقال أوكالي وي من احتاج سكن ومن استغنى أسكن أي أسكن غيره نينك أبا هان قرقا ودقي نينك كاد يقتومارا وكقور عدكالو دجنية سداسا يي أهيد مركع الله وستحديثك عليه أنا مجرين وأنك الصومر وحان كاهينو يهي مرسل السحابي مرسل التابعي إرسالك كلية أمبا يلغو علين كرا أما علقة من نظر ودايدا ومجول الحال سداسا وابك وانين ثقاء قد يدى ويتالا وحاكا نمرك سيدا كتا وسيدا حديثك وشيقي قبي مرسل كاس عمر بن الخطاب باقبي ابن عمر باقبي فقهاء الريمة كمجاهد يعطاء ايا سيدا قبي مركا ومسالة علوس ومسالة علوس جماعة من الفقهاء كتا وسيدا يقول قبو ان يرين الركواء وانو قاردونا ان شاء الله تعالى مركا ومذهب حيوك بدن وحنفية القبان وركبة يكون راعي أبو حنيفة كنت جاي على خلاف بينهم قد يدى سهد مرك اللقاء جمهور توحي قبان ديارتا يقريها مكة وحي لمديهين قريها بلادك لكويا الله بين لمديهين هل كاسا يسو استاقين حديث كي مركة مسألة قصة بسنة جمهور تدليشن جرين أيها هذا إمامك باللابية أما قوليها كسور جيدا يوحليهين آيات سورة الحج بادليل نوعه إن الذين كفروا يسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد والمسجد الذي جعلناه للناس سواء وحل المسجد وحل وجد حرمك وحل وجد مكة وحل أمة دور لحي يكيد دقنا عاكفكم مقيم كاها يبادئ كركين أما طارقة هاي سوكلوتك سوكلوتك ها إلهي وحوش إنه السمية هاي بلد كا حرم كا أما مثل الحرام وبلد كا لوجد أمك لوجد وله سمية آيات هذا كله جي صحابة أنا سيدا كفرت ابن عباس وكم دي أكون فسرت ومن جرير الطبري ابن أبي حاتم بقى كان في تفسيريه ما كو كان بس لهم مسألة سهلة ما حديث مرسل وطمرتين وتوفي رسول الله وابو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن هؤلاء سهل المركة وشو معها مركة حديث الجمهورة رأيها مركة الجمهورة أي مرين صحابة عضي سلمها مشكلة ما شكجر طاء رأيها أرنا ديارة يقريها مكوالو السمية هاي نين سيد دقانا ينين كو كيميد با نين نيروبي كتاقا ينين ريام مكابا واسمين ورانا يا عمر بوكسوغان يا ابن عمر با فتوان شري فوق هذه
هي مفسرين دي ريب مكي مجاهد يا عطابة فتغوني ومسألة مركع علوس لكن جمهور الرأي قوضوا أن أجن حدث أي باب النزول بمكة للحاج وحبابي هاي ما كد قتان كذا قفك حاجة ودق كرا وما لو ماش وأسوق مركا أهل كشو تشوين وكد كد كرا وكفر كرا إيه وتوريث دورها قريه هذين لك رح لك رح لكم أمرك وفرع الملك شيء لا الله ذهب على قارد حلاه مر هدي لك قارد حلاه أيوه بمعنى دتك لولك دجنا أمر دستيبا إسكلو ملك جود كجرت حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن عبد الله أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن مشاب الزهري أن علي بن حسين زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أخبره وحوش وذلك من الشهاب أن عمرو بن عثمان ابن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال إنه يا رسول الله رسولك إلهي زيد بن أسامة النبي ويديس وأش أتنزل في دارك بمكة ما كنت قيسا قرق عن مكة كلها هيت أصل قد كلها هيت بلوجة هذا قرق مركة النبي أقمول فقال وحول صوبانه وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وهل ترك لنا عقيل عقيل موح نوغتك عقيل ما أبي طالب ونبي نادير كيا وأوضق أبو طالب وعلي ولال كيا يجعفري وهل ترك لنا عقيل عقيل موح نور دافن نوداي من رباع وحق قرئة رباع وجمع ربع وقرئة وين إدارة وين لها دور قرئة كدسانيهين قصر وين وكال الرباع اللي دار أو دور أما قري قوني أو أقل للدقمي ونورداف وح أقل نوم الدين للوين نوم الدين حتى وح قول النوم التقمس مقصن حتى للدق النوم التقم قد يدون وحي آيد أصل كيد ما كدب لغو النغضو دقي هاشم بن عبد المناف أها هاشم بن عبد المناف أها أيا قلو البضن كلها مكو كدي مركو دنتي وحاد حلي ويل كيسي عبد المطلب على عادة الجاهلية نينك مركا أوعد عط أما أوين أما موقضاء أياه أنت تلقوا رجنجر في الجاهلية كوبا حيقو ألو سهل كوالي سكيدت تكتر عبد المطلب مركا وعد عطا قراش نصن كقبصدي أيو كوبا رجي يا قاتي هنتي دي أبيه هاشم من عبد الناف عبد المطلب عبد المطلب باقات عبد المطلب مركا مركا وايلي ونربي علي يهنتي أقيبي ولشيسي وعبد الله كمديه ونبي أبي كمديه هاي وأبو طالب كمديه هاي وحمزة كمديه ريع عبد الله كسمي روك النبي كوس أبي كوس هجا عبد الله كوس هجا الدوكيد انتي وحقوه انشري ولا الكيس الشقيق هاي أبو طالب ها إلا أبو طالب عبد الله وعسكو هاين عسكو عسكو أبين لحم هاي نبي ما دام ويرى أركهر أها أركهروت قرن إنسان وحاهينا يي أوجي مركو دنتي وحاهينا يي أديرك أبو طالب أبو طالب مركو دنتان تدي أكوري ها ولي ولو تشوقي لانتي لما قادن أبو طالب وقيريوذي كدبنا نبي محمد يا جعفر يعين وهجروذي رقي أكو صهاري عقيل يا طالب أكو صهاري عقيل يا طالب يا أكو صهاري قاعدة مركو أبو صفيان دتشي باجرتون والبوه جروذي إن لم يردوه أبو صفيان من حرب معايا أبيه صحابي قول إسلام الله سبحانه وتعالى وحيه رأوا لك سبتك أيا وحسود دتشي وريكتاء نمان كه جروذي أرقي حسادة أنه والبوه مكا كه جروذي وإن هنتي سلقوها بسده وح لورد أفو سنشرين نبي محمد قريسي وكلها مكة أذيرك أبو طالب وهنجري أبي عبد الله وقرد حلي مركو كيف يجروا ذي يكوري وحاكوها بسدي دق أبو طالب وواد انت وحاكوها بسدي عقيل يا طالب طالب مالك بدر لقد قالهم هيبا اللواي وحد ضفي سوى قالوا يميد انه دقال كقيب قالوا مسلمين تكدوا له من فرس بارافك وقاضي من ملك باللدولي جان يعرب راد يرق من دوال لوايا رق يروح من دوال لوايا طالب
يا زهري عقيل عقيل بأسكو الدوذي وحي كسو جيذي ري عبد المطلب ورن ما هذا أبو طالب قريه مرك هلا القاتص والله أني أبو صفيان قاعد مدجن مع السلام نبي قصير تيبك هاللي وهل ترك لنا عقيل من رباع أو درم وحو يبسده يوحو قطن تكدب إذن نبي قول عليه الصلاة والسلام ما تشعلين في الجاهلية وحيابه الدعية هنتكو صابصا إن لقطب التقو أولو قد قدو تأليفا لقلوب من أسلموا هذه أباها وحو سمي لقطب التقو أولو قد قدو حقوق قلبك وضنقني وردوق ما لسك الدائي وحو أسك الدنيا شرعاتو المسلمين توي بقبة بأهاير وام حين منكم فند علن هاي نبي قول مركا ما تشعلين فروك قادو سك الدائي مركا معناها ومعنى النبي وكه الله أيوه جمهورته ما حيكربان مرك جمهورته وحيكربان نبي وحيد عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع قصري من نوجت يدول واوين أو دون مسجوري نوداي مفهوم مخالفة مقوام حي أما الظاهر النص وحاول يهدي عقيل لك دين لها يا لن لها ما بقى اسكاه وانا ملكي يسي كجرته هضبا قريها إيو قصرية ضمك كويا لو الملكي كرا ولا كيلي هاي لكن نبي علي وحمر الدوقي إن ذير كود وعقيل وأنت رعد من طلب الرنبا أفكم روجست معناها سميش كجرا وكان عقيل وحوها ورث كيد حلي أبا طالب ورد حلي هو أصدق إيو وطالب طالب نوائدين شيخ حقل لقوة بدر بلقوة ولم يرث مرد حلي أبو طالب جعفر ولا علي شيخ كما يسرد حلين لأنهما كانا مسلمين لهم مسلمين جعفري علي وإسلامين عقيل لو أقدم الدواء إسلام ودكتين وكان عقيل وطالب كافرين حلو أبو طالب لمن هيينا عقيل إيا طالب وحي أهيين لبقى قلب أهيين علي جعفرنا مسلمين بقى أهيين هنتيد مركب وحاكوت تقاهد اللي قاسوا قايل لهانا عقيل بردون صدي عقيل لما طالب بن مالك بدر بلواي رواية البخاري وزاء وحكود فكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر بخاري مكعد كان ورنا زيادة سقدري فكان عمر وحوا مركو أركي النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب قابك الأخر نحن مكو فيري علي إيو جعفرنا لقضي طالب عقل الله انتدى يكوها بسدين هوشون أي تهاي إن أبو طالب قال لما قرد انتي كدمنا مسلم وسندح علينا قال هذا ما شو حكواي علي يا جعفر بو حكواي تاو وحي ابو طالب لا قد حلو اما هانتي النبي وقولها لا ابو طالب ما دخل كره ويلك الهابا نوله طيب علي عقيل يا طالب ما دخل كراني ما هي كو قاتين النبي وا كيجرودي هل ما ردو قصاصي يا كو يو عقيل كو قاتي ومركا او تصرفي عمر مركا حديد كان وحو كقادن جيري ان قفكم مسلم كا وسن دخل كرين مؤمن عفوا كافر قالوا صدح يكرن أباها وقال هدود انت مدح ليس ويلك هذا وقال هدود انت صدح لما يسان لابد ان يطبق كرن لذا وكلا تريس وحدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر العدني وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران سوق وحور مركو ورنا يا حديث حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرزاق موسى صرح بالتحديث عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين مركب معمر بوح متابعين وذات كور يونس بمتابعين عن الزهري عن علي بن حسين من علي بن أبي طالب عن عمرو بن عثمان الأموي عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا بالريحة قيد دقيسة ومالين كيف فتح مكة أما مركو نوم من كسر داغي لبضوا يسوقي لبدا غورب ان النبي لو ويدو يسوغنت مركو النبي من كسو تغي 13 ابريل دمات يوم الصدر ايال النبي الله ما خاغيد كدغيس مغورغاد با دغ حقي ما كان النبي غدايا غورغيس هو لو كل تغي ما انك فتح مكانه ولا ودي هو لو سو سنتان ما كل سو غاد اين تنزل حقي دغيس غدا برتو وذلك في حجته حج الوداع بين النبي هوشا لو ودي حين وقت قدنونا ان اسو دوانا من مكه مكان اسو دوانا فقال وحول صبنو وهل ترك لنا عقيل منزلة عقيل موح قلوا النوغة تغي وانتيد وحو دحلي ايو وحو حوكو قاتم مردوغو وكردغو مهاجرين حولهو دي وحلالو كردك تي يكردغو وابا بأشو
مركا مجاهد عطاء ابن عمر عمر بوحي أورنجر خاصة ابن عمر لا تحل بيع لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها ثوري باسدا كتب سمنة الثوري أبو حنيفة أصلا سيدا قبة هل كاسين مرين قريها ما كلمنا إبن كرو لمنا كرين كرو إبكذ وحلا وحاران إن لكريستنا وحاران أبو أنت النوشة ونعفسن وأدقي ما أنك تقد يقطونتو عدك لضب النين عمر وحكو أمر جن المسلمين تم كدق أنا حلي حجك البابين محرن كرتان بورنجري حلي عمر المسلمين تصور عمر يستان أما أي سو حجيان نول بدارت ودقين هاي البابين وين فرادا قطار وينو قنشال الله صور حرين مجريو نينك حرين ولقيتش بنجري تعيدا الله درار لك الله هيا وينو هوذو وينتي مصافك وحجاج وصوغلان أي برحادة إسكدقات أرداق يدقي أو سيحان ويكون راشين قرصان إلا وحاجك دمانا ينين قوري جيزا قنشال صوحي لك رمج نحيل لك عمر مو قلي حباء من سنة إنان لك لهاي إنان لك لهاي حقيقة تمد مركا لقى الصوت آيادها قرآن كي هذا دليل شديد إنما إن مسجد كان لو جدا اللو مجد حرام قرآن إيه ديار تمك اللو مجد مركا لقى الصوت مكا محالو نبي مصلح بكفر تيم سحوق يا أود ما التي نبي كفر ظاهر النصوص وحاول النبي إنه عنوة إنه حق قبصدهو دول كما كمرك وغنيمة للمسلمين دول كما كلا غنيمة إسلام كلا بقى أبنا المسلمين إن سد غنيمة منقولة ده إلا قيبيه مجاهدين الله قيبيه وأربعة أخماس لغرفته خمس إله اللوجو يعلم أن ما غنمت لله أن ما غنمت من شيء فأنا لله خمسه ليدا حق الله مريو أفرت الصهر رين مجاين الله قيبي والله يلا وحكى له بنانه ولي بس إذا أبنا السنة ضاع وحدول إيه هنتين مجوران آه هنتين مجورت ضاع أيد الله ما قيبي هي وحلو الدين يا مصالح المسلمين ت صادرت نبغى ما كم قيبينن دتك الدجناب والدجنا هذا لكن وارو الوقف المسلمين تأيليهين إذا كن المسلمين تكملتين ما أنت لقب الله ما دام إسلامتين ويحكدم لفسدة من احتاج سكن ومن استغنى أسكن غيره خيبر نبي هو قيبي وسهام بو قيبي إن لقيب الله كمرق وبناية هاي إن وقف لقاعد دعو المسلمين تلود داينا وبنان تسيد العراق سواد العراق عمره كسر ما يمكوا فرطي أذكرنا إذا كمكة لكن غنيمة منقولة جيلة أرجع لقطة قريها وحين تي الله قاد كرك هو قاد مهاي إن لقي بمجاهدين توا مسألة إجماع إجماع ضرورة قطع كوي مد نينك هوشة كم رميد إذا بعد ما قامت عليه الحجة وكافر سكوا هذا هذا لا بين لسكو خالدين غنيمة الأراضي هي الغنائم المنقولة غنيمة منقولة وقيل يا أرجع يلقى يقريها يلعقت يوح لها المال معلو يقنا وإن لقي بها واجب وكن النبي صحابي بين النبي قال له ليه كان كورا ليه أصلاً تيل قصة وقنا في راح كقدر دعيو إسكسي بي النبي قال له ليه كسوانه وقدر كمالي غنيمة قصة ضرب الليل وكيف في رزق كسي بي حال غنيمة قصة ضرب نبي عليه الصلاة والسلام وحي غنيمة إذن كإسكالة خمس مارو والليسيي طيب وإلهي وحر ميانية آل كي والخمس مردود عليكم فيكم في أتقرنا حديث النساءاتكم مرتين إذن والله بك الباب وإذا داكو خلدامي شافعية ابن فركاح إذن كيسي وحسكو خلدين الغنائم المنقولة وغير المنقولة من دعان رلكاء لبدا بابا كفورا إلا قيبية كخيبر يعني إلا قيبنين كمكة وسواد العراق في عهد الصحابة لبدا ويبنانت أما المنقولة والنصوص قطعية كتمت اجتهاد كما فروا مران كما فروا خلاف سائغة كمجروا وإن لو قيبية أربعة أخماس كذا مجاهدين وركينات فانتاوي ومن خالف بعد إقامة الحجة عليهنا ما دام مسألة شرعية فرعية أي تاي بعد قيامة الحجة يقالوا بياه اسك الى علي يا
مركا تانقي يا شيمو. وحدثني محمد حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمع بن صالح قال حدثنا نشاب تانقيذ يقواردة والله قيبين هدي عيدكم مركا أبها يا إن المجاهدين تلقي إبسانية معليت بكو واحزة طوان طوان لباطن لباطن بان دورك التانقي اسكسيني يوحي إيشا قواردقا شامان أما ألاب وضا أما قولوا وينو الهالي والله قيبين كدبنا والله قسي دولة كي إبسان سدولة مش بتر غنيمة أنا أبا أنا ننكي أسوق استعمال أي وح الله بنا دولة لقي يا إبسانيس هادو إسكو درجرية لشينا وحال لقينا يا مسل لو يقاني نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة لو يقانا نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة والله قادي قيمة هذه أون لغو بخسين بار لغو سين شو قداتنا والله لغو حراية هذا تنقى حقيقة جيني زمرية بالوقت كله ينو. طيب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله بره دي الله إلى هذا من على قد دريري مكان أول بقره وشوقي ورهاب ودقى هيا ودحلاي نبي الله هذا حقيقة قلت أسامة حكت هيا هذا لأن ريب ريب محمد بوهايو النبي قال كيسوءها وتقريزا مركا وأقيا هاي النبي يقول سوح قريعة ماشي كل هاي مركو حور ربا إنه وقال النبي ماشي دقته وذلك الزمن الفتح بوها ورانا محطوه مرتين في حجتي وذلك في حجتي حين دنونا من مكر وايده هوري طيب أرن كاسنا أن ويدينا وحوها حلقي فتح مكة قال أبو حوري وهل ترك لنا عقيل من منزل مركا عقيل محقول نوغته نوغمته نوغمته محقول صورة وما هيش إذن مسألة مركا وحقول تريسا مكة خلاف كجر جمهور طيقبان ولا ملكي كرا إلا من ملكي كرا ومسلمين تكرنا حيسا أصل كاسي كسا لا يسانتها أنك الشافعي ذا وحان قبنا مكة صلح بالغفر طي نبي مركا دقال كمفرنين ولا من مقونين دليل لما لها وحديثه صريحة وصحيحة وكيمت إن ما كان لغفر طي صلح يشيس مجره حديث والبو الشيغي إن ما كان صلح نبو كفر طي وضعيف منكرة لكن حديثة في السحاح وصنة وامحي وحي صريحة كتاي نبو إنه كفر طي عنوة أود ملت لكم مقوني كدبنا أوي إنك إسديبي أصوه قولي دخل الدار أبي سفوه وآمن إنك مدح التاغان غورتان قاضينا دقال بان بانا كدعي وخالد عيد دنكو كسو قريع ولو كلا بحي وتقرن إنسان أوشا مركا رأيك مالكية دي حنفية دي أورنا يعن وطنب الغفر تأيا نجح حق بدن هدان وشابعيان أما مسألة من الملكي كرم سلام ملكي وبحث حق بدن رأيك صحابة أي مرين يتابعين تقاركود أبو حنيفية يكوت تقين ثورنا وأندين شيء رأي الجمهورنا هل كان يتدلي شدين حديث كان نبي أنه منزل يدار طيب وهدي اللغة تقلها ويلان لها قل لو حكى جوابيا دتكو كم بدنيا دارت أدو مكة أدخلها هيد دتك وات كم بدن تهاي إلى ما وقف على المسلمين أديك يسيد الجنا أنت كل رقم يبقى كم بدن ما لين كتخدق دونتنا ولا جاور يجين ولي أنا حديثك حجنا وما إليه وحيد جمرت جلي شدنا آيات صوت الحشر للفقراء الذين أيد لي شدنا ولو أني ف فنصبت الديار للمهاجرين بالليل وحال الإضافة تضبط أدنى ملامسة أدنى مناسبة هتيني الدجانين وكب حين أي يقولوا قط هاي دتك أنا كم بناية مدك هلا تاسوا قبل الفتح بالليل وحلقها لوام حيوا بعد الفتح يدرك النبي قبطي كدمنا وداي رم مكان لقها الله هي. قبل الفتح وحي أها هنوكين هنو حكى الله ينقول الله غني ميزت ونبغو قبتي أو قليه وقبتي محابيس تسدو وعفي أي نقول كنا وعفي وحب قيمين ما إني يدين كل داف صدا ما إنك الله بهذانا مسلمين ما إنك أتك دقتون تانا مسلمين كم حكتا ابن عمر يا عمر وهل كان بنا يتابعينه ولا كين ومزرع دقيقة مركب لك سداس فقهاء اسكو خلافين صحابي سلف نساء اسكو خلافين اي هذا وحكا تاغن ودوكتين يا ماشي اد مريسا اسكدا ان والدين سو دويو غوريا الباب لايدين فوري ها دولار
دولار عقارن با ليدن كجيدا هي ولبا قاليا نيك ديدنا هي ترحيل با يغانا تزحبس جليم. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج إشارة رؤوس المسائل ما أودنا إن أصل كخلافكم إذن تلمان نوحي كليدنك فروع ذا فقه مطولات كفيري. باب جواز الإقامة بمكة وحباب حبابي هاي يا ما قبان لما كريكر لما يبين كريك قبان والله نفسن كرام وارض المسلمين بارك قد يقتن توات كجوري بس كده تقعد كلا كوري بيس مسلمين تلقى محيو إن لك هدايو وحاران إن لإيبيو وحاران ملكي ومج مجلي كرتوه وملك المسلمين بيتاقين هنا يو مرحبا عليكم السلام منا قصور بالغنسة هاي وقلبنا رأيين قصور تنهل التوتيو ضد ملكي بين نقنيان وين رأيين ضد لو يسألو دي مسحالة سنوري أدو ترمضان ولغا إجارة يو أول ممتان رأي قاب تنبنا لقاب تخماعة هذا الأبس قطاور قرب بين فرسي مرحبا شعب دي وهدي موقت هاي شغل باني وسؤالي لو يدي لب بضان أو لمن يورب شوي مرنك مركز كور الشغل ليا وحن نوازل ورب بدل وساس رادي دسان وهاي ستة كان ويسد دسان وهاي ستة محامل صمينا عنتد خمر بالغود رهيا خنزير بالغود رهيا وحلو حد يلسان وطن إسلام إمادة وطن إسلام وحكم كلاه كسعون إمادة ما جاء رضا ميرة كهرليس علمود وهاري كهرلي محمد إبراهيم باكهرلي شون باز باكهرلي ويديدن علمود سلف كنوا ديدن وارو المسلمين تؤسمي لما دي سيكارو ملك خاص لغا ما سمين كارو دولد هو القونية ويدقال كسوغانا كما سمين كارتو لان عيدي بوكيني سلف كودن با ديدن فتوى الشاذون معانا هين بيع اسكادان فتوانا كما هي وايدان ايسان ايا لانو دين تيو لغا محكم باكا شقية عنشور با لغا قادة ديغا حاجيغا حاجيغا عنشور لغا قادة طرائب اولي بآن ادون كا لغا قادة عنشورت أدون كلاجأ قادة قالوا وقادان رأي يوروب إنجليز كيوروب أي مرينه أي قادان شعب يقصه الله بتاب بقول كي بس ديتن عنشور عليس قال سواء قالا في عم بلقى سهلا ودكتي سنة ما كانت شخص الله سنة شقيسه مشارك الله قادان جتي واحد مال بعد جن عنشورت أد بحزينة بدن كذا اللي يقول سعيد وحيران يربى لقى قوسانية نمان كان ويوم كات شيء دي وحكسون قان هيانا مشر بقول كيف الشيء يتم صدّم بعد عنشور دكارسية بقول كيف الشيء يتم بلغ عنشور هاي وحول بعض قاعدة حاجة النقو أما هالنقونين أذا يكون طالع وحقوق صو نقونا متشرو مركوا حكم كبح حسن وشريعة شكرا أن كل هاي لأن نمان كبار المسلمين هاي بعد شعب كريز عدو شعب مسلمين لكن حكومة ضد وحكومة كافرة حسن شيخ محمود بردامة حسن شيخ محمود بارداما وحقوق دامر وبركة إذن شيخ الدورة. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر وحبابي هاي كنا قاشو إنو بنائي هاي بمكة مكة لقونا قادوا للمهاجر إنك كيف جروا مكة منها من مكة كيف جروا دي بعد فراغ الحج حج كمر قرر ما يكذب والعمرة ثلاثة أيام صدح مارمود وكنا قادوا بلا زيادة كرسي الآن مسلمين با مكاكيه جرودي مدينة اوه جرودي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين تم مكاكيه جرودي مدينة اوه جرودي هذي مكادان يرؤي مادان حج عمري وحي الله المال سدح بري كبا إنا يكون اللهم قولين بعد الحج حج كمركا يدام ميستان طوان كان بري حج كوه سعوده مكا يدام ميستان وإن مكي مادان سدح مالموت بيسيجو كران وبعد الحج سدح عامل مكا يدام مطوين كبحان بواجب كوهي محايا لي والديار يبلد إلى درت أقوه جو أقطع أنا أود آذين نبغى إنه نسويه ليار المدينة تجار مرك الله ما أقوله إن يمشي دب أقصون نقدان وحكا بدن سدح بري بعد ما كأود ما عماش أود ما تروح سدح بري وحكا بدن الله ما أقوله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال أحدنا سليمان يعني بن بلال سليمان بن بلال التيم عن عبد الرحمن حميد أنه سمع عمر عبد العزيز بن مغلي الأموي يسأل أسوه ويديني السائب بن يزيد يقول له هل سمعت ممقى السائب في الإقامة بمكة شيئا في الإقامة بمكة شيئا للمهاجر إنك مهاجرك مكة أنت كنا جانا يوحديثا مكة مقى شيء
قال فقال السائب بن يزيد الحوري سمعت العلاء بن الحضرمية، العلاء بن الحضرمي بن مقلي، علاء بن عبد الله بن عماد بالي هذا، وصحابي الجليل مستجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة وصحابي هنا بحرين أوديبي لكن هذا أتقنا إمارات بحرين لكن قطر قيوة كم إذا كتلين جريو وعامل كأها سقوا مقام النبي جريودي وصحابي الجليل خلافة عمر بودنتي أفرط منك جريد أمال الله باتني كود انت أبو الله الشيخة. سمعت العلاء من الحضرمي أن مغلي يقول أسقوله من الحضرمي وأسكن نسبة وحوي هو يدل لوتري أم لوتري بلدي عبد الله بالي دقة دقة ويلك على علاء صنوا سحابي يقول أسقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجري قفك المهاجر وحوى هذا إقامة ثلاث صدحا من النجاشه بولاية هاي بعد الصدر سوفل الدكدب لقى سوفل من الغيمد بمكة مكة وكنا قادو مركاد ما كسوف من كسوف شو وحج كده ماذو ويا متشوق كده ماذو ود ما كتي ماذو صدق ما المد بس يجوا كرتا لبد مهاجرتين كأنه يقول وحد مدنبه إن ولاية هاي لا يزيد عليها كم كردين كرو أفر حديث بوذات كان وري ابن العلاء نبي كوري عليه الصلاة والسلام واتفق على هذا الحديث حديث كان ضأن مريم البخاري ومسلم بشكر راعي حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز بن مقلي يقول للجلساء يا سوق ولدتك اللفر يواجو أميرك كأها ومدينة كأها ما سمعتم حد كم مقشين محاد مقشين في سكن مكة مكدة جدي يعني سنة حوجد الإقامة بمكة رامبط صومرته فقال السائب بن يزيد وحوري سمعت العلاء بن مقلي أو قال العلاء بن الحضر بن وحوري قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر مهاجر حون نغانيا بمكة تكون نغانيا بعد قضاء نسوكه عمل كسينتو لما يكدر أما أوقوتي ثلاثا صدح مالبوت بن نغانيا قيبتان ضمبي بعد قضاء نسوكه علماء بضم بادلي شو حيودلي شدان طواف الوداع وداع أنس كمد أهين من أعمال الحج نصك ماءها وعبادة مدح بنان عبادة مدح بنان ويو حاجي قال لقربه معتمر كان لقربه على خلاف في المعتمر عبادة مستقلة وليست من مناسك الحج بلود ليشد محايا الورقتان بعد قضاء نسكه عمل كسي أنتو لما يكذب هي وحن نجان كرا قفكم مهاجر كرا صدح مع الموت سير لقصو استنباط ماشى يا مركا حلقة استنباطي طبيعة طواف الوداع وحال سكفيري يحديد ك دلالة التركيب بين لويق أن النص نص لقبته لقنا صوصاره فإذا يحكم شرع لقصو صار دلالة الاقتران كضعيف كيد ماها ودلالة التركيب وضم النص إلى نص والاستنباط منهما إذن طواف الوداع طبيعة سمحيته دنت هذا مركب لما يسطو الدقاق يسوق وحبك وقول من المكيد بحيث الطواف يسوق كده بالدقاق بعد طواف الوداع حدث سيجوك تمدو ودنا قالت مال يلا وما المضوح إلا ميدا طواف الوداع وبرد طواف الوداع معها كأنك لم تودع البيت وأنا مر لما تكون عريس هذا المهاجر محلي حتى يجوا إذا ما كان أعمال الحج صور لما يسوت وحد في جوي كرتا صدح مع الموت بعد في جوي هذو ما إنك صور لما يسوت لما يستي أعمالش حج كم من أوكي مد بقول ضوافه كده من صدح بري وسي جوي ضواف كوا وابري لأنه أقام أقام بعد الطواف وحال ربي الطواف ثم السفر بلدوني مقيم بنقطة صدح بري وسي جوي إذن صدرت يد طواف الوداع وحوي وعبادة مستقلة وبنان كاء نسكت بعد قضاء نسكه ثلاثا سيدنا سيمرك ودلي شدان هذا بلان بان هالكامر وشابعي ذا كمديهن على خلاف فيه حدثنا حسن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان اللي يشكري عن عبد الله عفوا عبد الرحمن بن حميد الزهري أنه سمع عمر عبد العزيز بن مغي يسأل السائب بن يزيد قال فقال السائب سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال سد حبيب يمكثهن المهاجر
مهاجر كاكون نغانية بمكة مكة قدهيدة بعد الصدري أي بعد الصدري مكة لغسوا بحمينو لغسوا فلو فلو هذا ما نكسد احتمال بلغي مدادان تعجل لسمينين. حدثنا إسحام بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا جريج عبد الملك وأملاه علينا إملاء. أخبرنا جريج أملاه علينا إملاء حديثك والنوير وركان نجا كذا جيسنا وعرض القراءة السماع من لفظ الشيخ هو. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن الصائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر مكث المهاجر قفك مهاجر كنغاشي سو نغادو بمكه او كن نغادو بعد قضاء نسكه انت عمل كسدمه كدب ثلاث بان في عن ثلاث نصوص بدن كسداسا كتاله مركا دي ثلاث انت مركا اي نقطه محفوظ فعل بل قدر عامل بل قدر مكث المهاجر بعد بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا أن يمكث ثلاثا إنه صدح برين قادوي ثلاث هدي اللي جادنا وبعض النص يقول هيا إنه هذا وغاس وخبرك. طيب وحدثني الحجاج بن الشاعر الثقفي حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جوي عبد الملك بهذا الإسناد بكتبي إنكاس الضحاكة بمثله مثل حديث عبد الرزاق عن ابن جريج. طيب وحلقة سوريبا يا مركو حكم كان أقفك مهاجر كا مركو حمل كيس حج كا دم ما يستو سدح بركبة ما ككمان نجانكر وحلقة سوريبا يا صحابة النبي وقف الصحي إن يكون نجادان خارج مكة خارج المدينة صحابة حاجة النبي وقف الصحي إذا إذا ويدستين ويري ماشى دون تان دجا والمدينة لقف الصحي جو كتان كيري مي يقول إن يسكت دقة قول يوم قالوا إن كلا دقة بعيلة هاي صحابة يقول هذا مكي مادان أنت يدونان بيجو كرادات كي لم بديه حكم كان وحوق سيا صحابة دي كجوت مكة يوجوتي مدينو مدينة دقنايد نبي قلنا وصفا صحسينين أي مدينة كي قورا روايات كسيدة صحديني روايات بمعنى معناها تلمامي مركة تاسو خاص كوية الإمام أبو العباس القرطبي أو العلامة اللي إمامه ولا سكوك بسنك راهي وحلي وأشعري جلدي إيه بحث في عمرو شيخ مكم هل كان مرأي وحيري وحال لمدة ولا حكم كان لمدة قف كستو مسلمة وبلد دين تسنتي اللي قلنا بيكتة جيبها لمدة بلد ديارات كنا ولا يدلت شكتبة دين كذا اللي قلنا بي إلهي درتي بدأ وجه جروتي بلدك هانتي ذا دينا وات كتك تقول كادي يوحي كوي علي ودن كلا تكت وادن بارك في عناده مو اسلامي اما نبض بالغه هلي اما دك كفدنين هي بابا ليديبا ما كوسو نكون كرتا ام دغي كرتا ما يويري هذا الدير ولي اي مفنكو كشيغي وحافظ قد سو غوريي مركاس هو هو وجمع حسن متجه بوري هو تخيس السمي بو يو يو كهلو خله ان كلا قادما مخاي والجمع وقياس بنان كيالو وحال الى ذا والالحاق بالجامع الذي بلق في رنا يوم حيث علده صحابه محل لو ديدا اني ما كون نقدان ودغا مخي اوغا تگين لله نفع مال اي وحي لكن وبا كغا تگين نصره الاسلام بمدينه او تگين اذا ماشي الا درت اوغا تگت كوما سو نوقن كرتيد وحال الا درت او بخصنا كوما نوقن كرتيد كل كلب يعود في قيه بالنقريسة وحي لها درتي أضب حسي أما أضوغة تكتي أما أضوغة هجروتي كنقض كسو الله ما أقلو ليس لله شريك معناها ساميش كجرور وي مركا قوليه واقد انتي دهين وحان كسو جرنا يورب قلبيد يمرايكان يورب إله درتي كد مكا أفريقيا يمادين ويكو كل هذا هذا ندب النقضي بل كور رب أدب أقوب بطي صبالي واقهوري هذا والإسلام فهمي. طيب وأقول أدب أوش أقول بني هؤلاء كبار مكي لقب سوا المشهد إني علي وذاتك الله سيبه ضمن أركيز أرى وجريد أتجيك تواجه وجريد هبحينا أفريقيا إسكت شوكا وسترن كان يلا آذن وذاتك يسوس عم أركيز سوا قدام أوش أمرك خطروي إن بضم وحني إلهي درتي وهول عروس
كفر صدا إلى درتي بان كوتش علاي إلى درتي بان والو النهاي إلى درتي مي يلي دونتان من وضع يسا المعذير بان نهاي وان كاهي لون سكده أما دانتا إذا أكو سوق الشي أما طلب بان نهاي أما وان اسفهم إنا هولها كوه لغيس إلى درتي شيء وين وي وتحسبونه هينا نوع عند الله عظيم إلى درتي إنك أطلق عشا وإن أذن وحول بقو سمي أذن وكوكو سمي أذن كحناق إلى درتي بضها يسان ما إن كان شنبق لقو ودين وضح حناق مصعون يسان مثال بنو جيدا هذا وحكا لما مثال بنو جيدا إسك إلى هلية إلى درتي وحد كوى داق وحدا وان كالي أدوني مجرتو وحد نعفي وان كان رجين مجرتو وحدن كلون كوكو جعل هذا امام كوكو تما جرتي ان الدين كوكو في عن تاي الله نكو خران تاي بان كوكو جعل هذا هذا هو شكر رمي ام اسك داي اسك الى لي هو شايدا رجل يا دمر با يا هو شايدك ما جو جزال هو لي هدرت ادو ودهتك كوكو عصلات ما كتنازلي كرتا ها فتقوا الله ما استطعتم لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة هي القاعدة واحد أود وإذا عمل كأد ودي إذا درت أود ما كت كري ويد كم صاروا وقارع عاية لكن أصدق وإن أنظرن أودا قشين سنة قون سنين شذي وذا دي جهاد جرواقة هو ركدي من الجهاد كان يمحوها عيار بؤها عيار حنا في المحيط هذه من تاب من الطاعة كفر شيء ضعوت سمين جرت وإلهي درت وسمين جرت وعبادة أهد هذا كقوم بيس عبادة دي واتقالوا بيسابة ده صلاة بدن بتكون جرت مساعدة كحر نان جرت أفر جسب الأخري جرت أما صبح بالأخري جرت قرآن كسر عبادة من جرت هو شو بقول حما طيب واقام والله باترين سوى ورداي واتقالوا بيسابة ده حنفيه شيغي هلغنك وادودي ويدي وكوغو ادكادي دقالد او ويدي طلبد او ويدي كلمد او ويدي يهيل يا غرب الهي كما ساين فتق الله ما استطعت قرغا اما تيرسو اما ايبسو اما حوالا داي كو تالا لكن وين اذن دورين وداو شا كو دخدو اصل ماركي هلغمينا هوري اما اي دغالكا بلاب هين يا وخا كو ييمد متل خا كو دخمت قانا مرك هوري وخي دغالمايين كلي اني غوليستان ويقول ريا ويدلك قبصدان ويقول كنا لودان وبيتن او ريان وباي تمام بيدوناي هاوش مركي حقيقيين وايان ليه ما ياد انو عباده ان ودني اهيد هلكاسنا تبرنا دغتي هبلو وحان كو وحان باري واكل غعلو وحان كولو كفنا وا تبر ليه ما هي وحو لا دغالمي او عاي او خا شيغي عمل كي سهوري وا غلط صومالي قبيل كسكو ليسا كفي عن كو وداده إنك الصومالية قبيل بكو الدولي ما أنت اللي تشمين وبالربا اللي تشمين وقدم باي مقدير بيسكو الحل وريق وريه هبل اسم الدي بهاي إنه هبل بوي هاي ما أنكو جانس لو بقرصنا الله كده يوفره فودك وقلل هيا ما لك حتى دوت شبه هيركيس كمتو بتكين هاي وريق وين هبل وريه هبل واللود ديلي وقود لمن مركع عام مضى اسكو الله يسا عصبية دا يا كعقيدة في عن ولذلك استغفر الله يساني هين عمل كي سهري هو شاف هذا وهو الخطر اسكيل عليه سؤال في عن بادي يودي سأو هو شاف كم هاتنت انك صوت هو لو كلاوض وضوه ها اقونو ميلا ميا شاما الله افتقى اسكيل عليه هو شاف اسكيل وخطر وي وكأي من نبي قتل سقرق ميلا كوارا قتل انبياء لله يا شيخ قد يضوى عباده إيا فريده قصاروه انت أودي كرت دد أودي كرن ويكاد عضي لكن ها عمبارين عملك ونقصانات سوى دي إلهي ميزانك القول لكي إيد شقيستي طيب لبدا إسكا إلالي ويحد تذكره ويد كوم بصار ربا لكن ها كده بتقي حيدا نصمالي راد أروريات ديب الله مقال محكوكي وعاني شيقين باب تحريم مكة وسيدها باب تحريم مكة وسيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدواء باب دير هل كان سكت جوعاو سواء سكت انت ماشي انكو استغان عركا
كان قاري كلا سما باب تحريم مكة مكة حرمة ذي بابها إن الحرمة وحرمة لها ذهاي يو سيد وارس جدنا سنبنانين وخلاها دو جدي داق جدنا لقرينا سنبنانين وشجرها نجار كذي جدي جدنا لقرينا سنبنانين ولقطة عبادة جدنا لقاضو إن بنانين إلا لمنشدين نياهدين أيام مويين أما بافين أيام مويين على الدوام سيجوكتو بافين أي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي أخبرنا جرير وترجمة النووي على بناء على مذهب النووي قصب ما هنا ترجمته أي نص كوافقزنته طيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي أخبرنا جرير عن منصور معتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعود فتح مكة فتح مكة عفوا ما إنك فراشدي فراشدي مكة النبي وعود لا هجرتا هجرة مجرته بعد فتح مكة لا هجرة بعد فتح مكة روايات بعد الفتح روايات بعد يبا هجرة مكة لقى هجروده والمدينة لو هجروده الله إلا هذا ما هجرته محايا إليه ماشي لقى هجرون هاي يا بدار إسلام نقطة الله فرطي ولكن وحاجره دائما إلى قيام الساعة جهاد هلقن جدك له لقوها القامو يوانية خير للنية يستنينك كاري واي ننك أوده واي النية إله ما لنك أوده سيسو وإن قال كدي جي قلبه كوهي ولكن جهاد جهاد باجره واجبة بشروطه وأركانه ونية لعمل الخير يعمل كخير كي طاعد جهاد كل النية يستو وإذا استنفرتم وركب حاي سوقر ماذا هدي الله إذا هذا فانفروا بحا مصوص تكتم الباب قدنبا وإذا استنفرتم باكتم هذا يا معنى الله مدأ مبني للمجول بالغردقاء علماء البلاغ وحيدة هذه خاصة علم المعاني مكا لمرا هيو عاملك اللقويا يفاعلك ليفيد العموم قال اللقويا وإذا استنفرت ورصوب بحي ورصوب قرمده أما والي هيدن رهو أما أمير هيدين يرو أما ملحوين هيدين يرو أما نين عادي وشعب مسلم هكو وقال أن قرمنا ونرهي إلا مسلمين إذن عدة كوكوية هل كان كي جهادك قسم ما إنو يهي أمير ضعيفة هذه كوكوية دوات قيل هذا حق يهي نبضون كريرك دو كوكوية دوات قيل إذن وإذا استنفرتم صبر ماذا يهدي الذين يرادوا صبر ماذا يعد الله يسا قسم ما إنه تاي دولة أي شخص وهي أدوارك هو شاسي كوكوية كوكو باق فانفروا بحا وقال يوم الفتح النبي وفتح مكة إن هذا البلد بلد كان الصقع حرمه الله إلهي بممنوعي وحرمي يوم خلق السماوات والأرض ما إنك عري يقول الله أبو ريب وحرمي أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ومن دخله كان آمنا إلهي بحكمي حرمي سنة ما إنك إلهي عري يقول أبو ريب وحرمي قبط أيضا إلا قبط لكي كمت هاي فهو حرام أي محرم وشيء لحرمي بحرمة أي بتحريم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قيمين ربي قيمي أم حرمي وكما من وحيابه كعاقين هاي أيو كحرمي سيني هاي إلى الدنك اللي قرره وحبدلي كرنا مجرى نقول وإن وريشاني لم يحل القتال دقال مبناناني فيه في الحرم لأحد آدم قبل أن يقهري قف بنا آدنا ومالك إله سبحانه وتعالى وأبو ري إلى يومنا هذا الله فصحين وقد قالمه وأنا يقول ري مجر إذن حديثك وحنسكو يهي رأي جمهورت إيه نبي يقول أمك كفرتي بالقتال والصيف لم يحل القتال فيه لأحد قبلي نبي يقول واضح قالمه يمرك ورك حنبي شافعي هذا ولا يحق بدنيا ولم يحل لي مبناني أنا حتى لي فصحي لي مبنينين إلا ساعة من النهار هل ساعات إن برأه يا الله يفصحون هل قصوا جبجبيني وكفار قريشي نمن كريب بني بكر إسواله ومسلمين الظلمي إريب بني خزع اللايي قيس النبي قالوا تاجر جري قال قدي مسلم قال النبي تاجر جري ولا يحل في كده حي النبي محمد قال كيسي يا خزعه بيقول النبي يقول هيرين جري سردون كيسي هاي ويجرب يستاجر جري قال قدي مسلم كذبة ريب خزع إذن نبي وحوري ما أنت لقى مركو النبي ما كفرت وحوري أحد من آدم وما أنت ليك دادين كرام مجر وحن كاهين ريخوزع أو في بني بكر أو فسحنتي ريخوزع أنت دولين بري بني بكر إبر كرنجي وحي ربا كفي كار قوص تبور إن بضم بين العيلان إلا هم مشركين كي إسلامي توحيثون داي
وحكى لميل سارة قبل كبار دعواج كبر ينبي حلو هلا جوجي بس أنت نكفل معيل بعدين هاد جوجية قال يا مسلم روح لطابان كنا متشرو نين مركا أيجا آذو نافيي أو ريبني بكرها أو ريبني لتكأها والدلاء وبلا يقضاء يقال أخرى ذين ربنا خز عمانك قلب كده بيه لما نبغو كده أمن ظهر فرطي مكي عصر كده بيه هذين هيد فيت كده بيه وي واي ما له كبح واجي مركو بريء بوحوق عن سينو إسلامه صدق ميل فكي من الصوب بقوله النبي أصوا الصعدة إيه نحرك هيلا ويد لي نبغو آد بوش أروح من صدي وانو قال دونا والله ده قال مريء خزعو ليك مقتني كان سكاب بحي مقتني كان يدلنا سكاب بحي نبغو كمرك يدي مالك يدي صدح بقى إلهي أوقفك صدح الروح يا إلهي أقول نعبي هاي نندي لي أحدا ندي وديك قبل أنا إن ذي ربع أقول أنت ورموجدة ورموجدة جارسية هو إيه الصومالي ده قف كذي وكدي لي بعض غلاين أدي شو إن ذي ركي مدي لي كرتي ولكن مدي لي كرتي أبيه إن مدي ويل كيس مدي لي كرتي مدي لي كرتي نين دلي أو كأرجوست أحدا ديك قبين أنا سوق الدلن أنقع عن كل إلههم بقى إلهي أوقفك متكلا باب حرم كأحد وحكود دلي متك صدحات دماذي في الجاهلية لك لقبين نين كإسلام كقولي سوق أرجوستا قبل الإسلام بأبه الدلي بعد ما أنت ودي شاذو مسلم أصله مسلم ياي صدح هذا إلهي أوقفك بنبي إيمان كايري إسكي إلهي ربنا خزع نين كأدي شينا إيجازان بحنايا شل أنت بل 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 شدين بعد وقف اللي يدي ما هذا نبي واحد نين كان وأنا بابي أنت أصلا نبو قبي مصيبة أها بقول نبو نوقة درة هذا ناسق الدل نوما أها نبي قاد مالك هو عن تريب خزع وحوله ما بوش أصوات خلدان تين لكن حكوا يربط بعدين مش أنتم إسلامين بعدها وهو مشركون بيدلين سواء إسلام كقول دواقين نبي قال نو إيمانين هبسون يستي أي يبوع كقول فتيل امتحانه لم يحل مبنى القتال ودقالك فيه أي في الحرم لأحد قبلي أحد يقوه الرئي ولم يحل لي أنا قال إيه مبنى نانين إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله أي محرم وممنوع وكعاجين إن وردس إلا دلو لوحد قد بديق لوحد ضاد شو بحرمة الله بتحريم الله إلى يوم القيامة حرمة ورب السيء يمنوع رب ممنوعي إلى قيامة لا يعدد لمجو يشوكه وأتنبيه بالأدنى إلى أعلى بل إذا ذا طيب تنبيه بالأعلى إلى الأدنى محي لو قدح بهدان لجونك جيت كقدح بهدان ميت كم بعرف يكور جيت قدح له أو كمودي أو مؤذية وحرم كوي لان لغوين كرين محد مودا جيد كان كو ديبين اما ديفت لها كسي درن ياو لا يعدد حدث هو القطع لما جو يشوك قضح لما سيبه ولا ينفر لما في جي سيد او غد حرمك ولا يلتقط مباد قاضو الا من عرفاني يهدي اما بافي اما هيبارن يمين بادي ددان لعق خول نول وحي دون هذا لا قادم ما ين او قايسم مويد يناد يا هذه صوت مراها كشيكتو إلى روح إلى الله له ولا يختلى لما قره خلاها دوق يده خلاه دوق دوق قويا حوسك قويا أي خلاها اللي ده هذا مرك أنت أتقع أنت مالها جلس جيده حوسك حوسك كبح أيه ما قري كرتيد مثل كبنان كذا ما قري كرتيد جيد قويا لما قوين كرو ينقر منه فقال عباس عليا رسول الله رسولك إله يو إلا الإذخرة ما دم مويت ضرب دم مويت يعني عاوس ولا ديفسن جري ودا دا نو قلبني ولبا وخي لا قنب منو فسد جري لكن ما داسن لو لو شغي جري عاوس اما نغاد بخي بنا سومالي استعمارشن اسا او نعفي بنا ودوتي ما دو سيده ما دو نعفي بنيت بحال نعفي بدون ما امرادين ما داس وي اما ضرب وخا او تقانا دقه ضرب اي ضرب يا مار واسكو ميد سو سكو ميد ما شعاصة مقرن ساد طيب إلا الإذخراء ربضا مويين فإنه لقينهم ولبيوتهم فإنه إذخر كأسو لقينهم أي لحدادهم قينك وأنك حدادك ننك برها الطماء يضبك الشيطة اللي بيرتو حب عروسك ضبك وحلقو الشيطة للربا ولقو بالله ملك عوصان بان لغم مارمين ضبهان بان لغم مارمين
ninka marka birta ka shaqeynaya injineerka mohandiska xadaadkaana umad oo dhan baa u baahan maslaxa ban buu hayaa seefi lama tumi karo warmiin lama diyaarin karo leebki iyo falaadhi lama diyaarin karo in nimankan la helo mooyey nimankan waxay ku shaqeynayaan waa kan waa xaabadan iyo waxa weeye iyo cawskan bay u baahan yihiin wali buyuutum guriyahooda guriyaha marka la dhisana oo alwaxyo la saaro jingada biyaha celisa iyo waxa lagu cawska lagu xidho waa asaga idinku mudilo kale ama baashi qundhada saaran jirteen ama dalka la saara ama duurka la saara waa aragteen wali meelaha biyatarka a joogana ma aqaan baashi dhoweyd maxaa lagu samayn jiray horta dirgada maxaa la saari jiray maqundhoon baa wax la saari jiray idan guryihii way ku dhistaan guryahay sanqaaf oga dhigaan roobku ka celiya qoraxdu ka celiya faqaal nabi wuxuu ila lidkhira dhurbadaya maadha mooye cawska lama goyn karo cawska lama goyn karo xadiidki masale aan soo marsa tafwiid baa meesha ku jirta oo haddaan kor waan inaga soo maray nabigu ma bannaan tahay in ilaahay u tala saarto axkaamta caddaynteeda min kayri waxyi iyo maya khilaaf waa inaga soo mar nimankii daliishay tafwiidku inuu bannaan yahay nabigu inuu ku ijtihaado axkaamta suu doono u xukumo suu doono u xukumana ay waafado xukunka ilaahay waafado inse garab marin nabigu maleeya mise ma laha waa masale usuuliya lasu khilaafsan yahay niman badanna waa diida nimanna waa ogolaadaan diidadan loo badan yahay وحدثني محمد رافع قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان الاموي حدثنا مفضل بن مهلل السعدي عن منصور المعتمر في هذا الاسناد بمثله بكتبه مفضل بامركا متابعين من كوريا جماعتها ولم يذكر مفضل موسى شيغن ثم منصور من حديث كوريا عن منصور عن منصور طيب جرير بمتابعين ولم يذكر مهلل مفضل موسى شيغن مهلل السعدي موسى شيخ يوم خلق السماوات والأرض انت موسى شيخ وقال وحنا يبدل القتال القتل القتل بأسقويته قتال ما بدين لم يحل القتل فيه لم يحل القتال بأسقويته جرير عن منصور وقال وحكلو يلي لا يلتقط مقر بيوم مقاذ لقطته بارديس إلا من عرفها روح يهدي أمه مسلسكو هايو ويو جمهورتو وحيليهين baayada maka maxay baadiyaha kale kaga duwantahay baadiyaha kale waxay kaga duwan tahay baadida maka iyadu waad qaadi weligaana waad yahdin meel baadigi yaa lahay yaa sheegtayay inta aad gacanta ku hayso eed ka dhimanaysa waad wadaysa markaad dhimanna waad ka dardaarmi waan la sii yahdin lama mulkiyo baadida kale maxaa lagu ogaa in sanad la yahdiyo hadday cishkin iyo xoolo u badan tahay wixii ka yarna curfiga loo celiyo lix bilood iyo bil iyo hadduu qalin iyo xabad timirtaa in layska qaado afka lagu turto waxba la sheegin baa laisku ogaa maka soo ma aha baadida ha yaraata ha badnaato weligaa waa un la taagnaan la yugnoo weeyey waa un yaadinaysa haddii kalaas ku taaban bannaanka ka mar qolyo halkaasay marin maaligaasu wuxuu yidhi baadida maka waxay la mid tahay baadiyaha kale la mid tahay laakiin nabigu wuxuu ka hadlahayaa oo adkaynayaa ninkii asagoon yahdinin sanad oon si fiican u baafinin qaata nin xaaraan cunay weeye baadiyaha kale way ka daran tahay way ka dembi weyn tahay way ka culus tahay laakiin xagga kale iyo milkiga tamalluga waa iskaga mid mar haddii la helo tacriifkii iyo yahdinti haddana sidaas yidhaahdaan daahiru nasn laakiin macnahaasuu tilmaamaya waxadadana qutaybatu bnu saciid xadadana laytha bnu sacad can saciid bni saciid almaqburi can abi shureyx alcadawi wasmuhu khuwaylid bn camr عبد الرحمن عبر نوال الله الشيخ وصحابي الجليلة مدينة كل انتي لحدن سيدة هجرة لباتن حديث من نبي كوريا واتفق البخاري ومسلم على حديثين حديث كان أكمد يهي حديث كوباد وحن قصوا مرة مسلم أفرتن سيدة رقم كأبين قصوا مرة حديث كان ما أنت وصدح كن عفوا كن صدح بقول كنت يا أفر رقم كهدي الله فيري حقا كمكرر كأنا صدح كن صدح بقولي صدح بنغونا يا مركا saddex ku saddex boqol iyo afar aan dhaho saxaabiga marka ninkaas weeye bukhaarina xadiid buu la tafurada goono la tafurada labadaa isku waafaqeen mooye an abi shureyx alcadawi alkhuzaci waa reer bani khuzac waa qoysku nabigu u fasaxay inay aar goostaan reer bani bakr ibn layd ka goostaan ilaa gobolku ka dhacaayo ama ilaa casarka ay ka argoostaan
عن أبي شريح العدوي الكعب الخزاعي أنه قال لعمن سعيد الأموي حكيري عمن سعيد الأموي وأنك أميرك كأها مدينو حلق معاوية ومسلمين توقعها خليفك ومدحوينه ويلكس يزيد معاوية المركة لقد أميرك بولاية العهد وكقاطي. طيب نينك المركة عمن سعيد ليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان بحافظ كيري ليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان مجرم دلاء وقعن كل دقلاوي وربنا أمياء أنه قال عمرو سعيد حكوري وهو يبعث صوغ الدرية البعوثة أي الجيوش جمع بعث صوغ عيدما أما مضي الدرية الدياريني إلى مكة أدرها هي هذا قربا ينسو الشيء مركي أودنتي أصحابي الجمعة أودنتي ويلكزي يزيد وهران صوغ نور ببيع اللوقة ولي العهد اللي قدقها هيبا حلك قفتي مسلمين تي بضن كود في النكا عبسي درتيت بعايز كغيي لين حق دورو صحابة أيها هوشا كبي يديدي إن بضن كها اللي مركي هوشا أتكاتينا بضن كود وايس ديبين عبدالله بن الزبير يا ابن عمر يا حسين بن علي باكمن رقي هوشا ديدي يزيد هوشا ووغا أبيه ونول ببعاية ديدو ينين خليفك ونول أمدحيون ونول بعمق لينه بيعتان مصعون يسوى بدعو ويديدي أهرقلية وكسحابه يلاهدين أد لون نقدر ابن أمي هذانا دقال الآن بأم بالله صومر علي علي بنت النولاء يحسن يحو ولا يرعب صدي سادي مركو قول انت به يزيد حب الله بي نين والبو هران دي دنا بيعديس إنو دا بيعدك دقال قصو قال ورقبو صدري عمنو سعيد كانو تشوك مدينة كا قبرنطوري أيو حول حسين ابن علي يا عبد الله بن الزبير يا ابن عمر بيعوانا كقاده عمن سعيد بأوير عبد الله بن الزبير وديدي حول بعقلي ماي يزيد انه خليفه انا ما بقى من زنيبة ظلم ما هو شقوق قابت ابي بقدر دار انا قرا سوق النور واحد بلاش صحابه بدون كم ضن بجوك امه ضن با كم ضن بعتي سميه الى يوري ولا ولي مركا الا عدين هو اركي وكي دونتي ما كو دونتي ما كو عرر ما كمركو تي وخصو بلابي اول اول بلابي او كدر هي او كو كين هي المسلمين تا ربن ام يقاصد يزيد يا وليس هاوش مركو مقلي معاوي يزيد معاوي وراق بسوقري وحوله إلا وإلا بيعاد عبد الله بن زهر ليكن عمن سعيد بفرن سوق الدبي نيحي من حكيم اللي يدادو ومكاكا أهوالي يا عبد الله أويري عبد الله مدينة وكسو عرض بيعادنا وديد انتهي بيعادي قل حيث ان كان هين وركاد هو يسبدل هيا يحيي من حكيم وحو وضو وضو ان سياسات بلنبو أهاي عبد الله نووش على حرم كي اندي قلقو دادين وديدنا وحو وضو وحو قليسي عبد الله بن الزبير انه بيع قاله فبايعه يزيد ببيع على قال واي هيبو هو شو بقرا مركا غوبرناتوريه مكا قروي نينك بيع لي واو قال هذا بعيس نوات وقرال كيدي وخدن فيرمد و ودري معاويه الى معاويه يزيد معاويه لو غي شام ودمشق اس كفدي خرو ما يلي الى عبد الله بن الزبير جي بيسن لاي كينو وانا هرتيده وها ايغو عداتو وصف عن يوه كان سما بيع الله سوق رمي إلهي لا أقبله إلا في وثاق بول سيد أورك سوق سولك لسوق سواين لا يكير لمن كبري بيع هاي عبد الله جوهر مكون مغل حيد أنا وان كان قد واحد شكته بيع هرام بعد يقص صبته وان دي دانور وديار قرب نندع الله من وقها يزيد أمر بوحسوب بحيي نين كانوا كوج بلايو عمرو سعيد ومدينة فدو الوينات عيدا ديارسو كدو له مكة وعبد الله بن الزبير سود له أما أسوق نول إيكينا عيدا كو عيدا كلا ديارني ومن الغرائب عيدا كان عمن سعيد دياري يلا بيو تبنك كون أه يا مصيبة أه وحال لو دي بأمير كان نقضي نيلا إذا عمر بن الزبير عبد الله ولا الكيا عبد الله بن الزبير ولا الكيا بهو جامل يا بن دولا عمر بن الزبير بلا إلى نين كان محلي هذا لوسو دوي هايو عبد الله بن الزبير ولا الكيبو حقول نعبها سيد الجالبة
walki abdullahi ibn zubayr wuxuu u nacbaa sida gaalad asaga ciidanka loo dhiibay oo ciidanka weeraray asaga loo dhiibay kan abn sa'idan abandula gud bu noqday abn sa'id al ashdaq balu yaqana in afbar rusan baa musiba ashdaq afwayn maaha wa in afmar rusan shimbir baan tay ku dhacday oo la gubo iyo qalku qalloocday afmaruru fi وهو يبعث سوق الدرى البعوث عيدا ما الدرى الى مكه ودرهايا صحابه من ابو شريح يا وحور ربانين كان مكه كسو دولي عيدنك اورينيا انو حكم اوغي هي او شيغو حرمه مكه ودرين سيو دوناي صحابه وحور ايدان لي يفصح ايها الامير ابان دول هذانو وحديثك ان كاغا ورمي اكو شيغي قولا حديث قام ولي استاغ به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح واجي كبر يا مالك فرشده مالك نبغى فرتوا كبر وكي استاغ ريخو زعمل ساري اسكو دحه النبي وحور صحابي ولي نبي محمد وعروداي سو مالك او عرض ما اركن بول مركا النبي عليه السلام حمل ويني يا وحن ارغو سو كحيسني ابو بكر عمر عثمان يا علي فاستشفعنا بابي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بروش الحليو oo nabigu ilaahay dambdhaaf no weydiyo diina aan bixino war diina mar rabi ana maqta bixine mar dan farha qaadu nabigu kuuri tay saabi marka hawl oo og yahay oo qabsatay buu rabaa inuu sheego ninkan qamaamahay ku qamaamahay xaramka ilaahay inuu dhig ku daadsho samicatu waxa hadalka maqashay udunaaya dhagahayga wuxuu meesha ka saaraya layma tabinin way riwaya aan gheyri ma ana maqalahayay ووعاه قلبي سوء فهمي ما هيوي ليمنا تبنين وحان مغلينا خلت كما فهم بو صحابي ووعاه وحاوي ليو فهمي قلبي اري انو ان نبي كم مغلي سيفي عنا انو فهم سنهاي معني سنان قرأ انكو شيقو إلا وحال وديه قرأ حيث كوان مقشي لكن وحكاه اصبحي فقهي سال وديه قرأ صحابي وحوليه وروش فقهي ذي مقل كذا باني معلن كوكا وابصرته وحا ارغتي عيناي انده حين وقتي تكلم به رسول الله حلو نبي كو هلين وان فيرن هي ان بلا مو حين انده وخ لغا دغيستاي دغا وخ لغا ما دغيستو قفكا هلا يا دادن فيرينين هلكي قوقوم بو كو نو قسيف عن فهميش ابو هولك اسكي جيرا اما تليفون تا تابن هي ام وخ كلا كفك ام وردي اسكا وات ودادك هلكا كد قوقولين هي وخ با كفهميش اد مقشد لكن ما فهميش انها وحلقة دقيستاي دقاها ولا ما دقيستو سحابي قوش مركو أبصرته عيناي حين تكلم به أنه صبان وحمد الله إلهي بكم هذه وأتنى عليه فالله أمانا يو ورك هذه أمانت إلى مد المرين إن الحمد انت ترى أرد الله مرة وإن هذه إلهي سفي عنه أمانت والدعاء والثناء قشال الرباء نبي قرأ أنت أصول ثم قال وحوري أررت قيمها بدن كذب بعد الحمد لله والثناء على الله كثيرا النبي وحوري إن مكة حرمها الله مكو إلهي با حرمي إلهي با ممنوع كدغي إلهي با حرميي إلهي با وحبضان إني كعاقان تهشيغي ولم يحرمها الناس ضدكم ما يسن حرمين وضوء هولو قوشي أو قراش أم عربتي كوشي سي أي دهين مراان مكان حرم كدغن وممنوعن معها هول حكم جاهلي أمه وحكم الله من فوق سبع سماوات وي مر هذا سيدات وحن غادي دونا حديث كلكو غادي دونا ان مكه حرمها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حديث كان وحيد لي هاي مكه الهي با حرمي سبحانه وتعالى بن ادم ما حرمين ولا مساله خلاف ولا سو خلاف سن هاي وحن لو بدن يا الهي انه حرمي نبي ابراهيمنا مجدد وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب دوكسي بعد ادو بلابي ارضا كافلحي waaqi dambe waa la iska helmaama dugsiga uu dumi macallin kala imanoo boorka ka jafi dugsiga qudhigiisa magacina wata idan hawsha ayaa bilaabay waxaa loo tirin karaa macallinka dambe tayib tajdiid wey dacwo tawxiid ayaa bilaabay nabiyullaahi aadam baa bilaabay dacwo tawxiid nabiyullaahi aadam baa bilaabay fi lbashar yaa cusbuunaysiiyey نوح ياسي عسبون سي مرك هذا أي شيخ ذي إبراهيم أبو التوحيد باليجي محلو جدا ونسبة إضافية وأولية إضافية معها حقيقية معها دعوة الصومالية يقول لي وذا دحام بلوني
كون هول سوسو عتيبان بورك كتشفني صح ديسو اجيدين وركوضو بيان وي لا دعوة تحيكم ايصو باللابت حل الآن دوين شعال ما جرتون الله بولو كنتم صنع حبالا ما أكله وما أهلي أري قبوريتك ورنجري قبل مصافات كان قوليها ما جرتون ويدية محمد صليبان بس علي سلام بشيخ وارت يا قرنا يا شعال عم مجرتون قويسكو ها مجرتون كا هيا أبوان عمر ميوها ويدين كاسا قوليها أن هلا ويديو قبل ديرو مسافات ليدا أو توحيدة أو صفات أو الأسماء والصفات أو قبل الصومالية قبل أوفي عناء أيوه ليه ويقول أو أي هاي بعمر كنا ذاك لقول مي وعبار مال سعادة قبل يترن هاي وحنقول حماد ما نكذب بنين في مقال ما هاي المهم ويجوا عن هيرك هير بلارنوي واجد دمبر وحقول انتي ملهم براوي توي ريمد واني ما بدي بدنا موقت وشيخ صوفيشي ونفط وكيرد يوسف كذا سوت تقول ميلان زنجبار بويميت واجد من ميلان وكو حبالي مركو كحبالي ولد كران وعي عريان الحبور بواجد دم رير شربا كفا إيديست شعب الرحاف كوري أي دم كان أرض أرض كعلي عامي عامي فد وقلي قصة الله سام بيلت المهم قال ليه ضع إبراهيم بحرمه وحلقة وحد دم إنه قاد دوناي تحريم كي يحرم ذي مكان إلّا بي تاريخ دوغودي النقطي دلك با جهل كل عي ويه المابين مسائل كمرك خفي بين نغون كرام مسائل كسمعي جاء قد تكون ظاهرة جرية في عصر وتكون خفية في عصر آخر بحسب معرفة الناس للدين بيكو حرانتاي إن دراس السنة وشرع بالليلادا هاوشا مركي دوغودي وحال عسبونيسيو بورك كتشفي وحرمة هذه السعري ومدن الدين كبارين نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن أصل كيدي ومن تحريم الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض طيب معناها صح وحوري النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل أمبنا مرض سيداتها لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر قف ألي الرسول كرمي أمبنا عنه أن يسفك إنه داذية بها بمكة دما ليكو داتشو ونكر في سياق النهي وما بنانو قف علي الرسول كرمي انو مكا ديكو داديو ديغا ديغ مودن الا دادي هان نوقدو مينان مودن هان نوقدو لاما او غولو نينكي ديكا قيب مكا كاغا سو عرر غودومي عمر قبطين كو سمي مكا نفتو قبطو اسوغا سو بدو بنان كا يمادو كدمك بنان كا يماد ميلها كو ويديس لكن حرم غوديس مايا ولا يعدد انو غوينا ما بنانا بها بمكه شجره جيد كو غوي انو جيد غوي لما اوغلو انو دي كو داسان لما اوغلو فان احد ترخص بقتال الرسول نبي كسي اففري اقل كد ورتينا اود وين بال دغتا هادلك ورتينا وافف بلا يشاي فان احد ترخص روح قيل كدغتو كو عيور دارتو بقتال رسول الله فيها نبي محمد قال كو دغالمه مكه oo dhaana waa ku dagaalamaya ninkana waa soo qabsanaya wuxuu wada hadii ninkan afmaroorka u wade afqalluu wade faqulu waxa ku tiraadaan inna allaha adna li rasulihi wa lam ya'dan lakum ma mahay wa al jawabu bil fariq balida al jawab al fariq ani adu usmid baanay ma usmid minni adu waxa tahay he أن مسلم أنا وحنا هاي مسلم فارق بالله ما أثر لشيء وحال قفكم على القرآن يا إن الله أذن لرسول نبي محمد إلهي بأوفى الصحوية أضون كيجيو نمن كاني هل صعد لبصع بالوفى صحيح ملصار ولم يأذن لكم إذن الذي ما فصحين وإنما أذن لي فيها رب حويف الصحيح أن كنت أعلمه ساعة من النهار وحير ساعة النبرة وقد عادت حرمتها حرمته وصول الله بتاء اليوم ما أنت أن هلا هي أرورت مك لفرطيئة كحرمتها حرمته بالأمس شرع إلهي أنت لا يفسح باللوجة وليبلغ الشاهد مثل جوبتشوك المغلي هجرسي الغائب كم قن ويرد هجرسي فرنتي فقيل لا بيشرح على جوجي ما قال لك عمرو بن سعيد ما كحديثك أشيك تي عمرو سعيد محكوجي قال وحور السحابي أبو شريحها وحور يريبوري قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح
هاد كنت قلنا الدولة ما كربتنا وح فلوسه وح فأي وح يشطه نندن له دليل ما ويا ليدي وحدين الدنيا وأفرضوا ما يدين سوشيالي أفرتي بكمدي هاي دولة ضن وضطة وحول بيشيري هذا يقول تعالى أما فتوى أما فتوان حول أنا أنا أعلم كأوجا البدن بذلك أرن كان منك أذى يا أبا شريح ما هذا يقول البدن إن الحرم بيتك إلهي لا يعود مما جنقلني عاصيا نن عاصية كتاب رب جي دولة عاصية نبديد نن نبديد ونقع عاصية دولة من ما جنقلني بيتك إلهي ولا فار مثل سعرى بدم ديك لسعرى وما كسوق علينا ما بتبالني بيتكم ولا فار من لص عري بخربة بخربة ولا غرياي فساد خربضوا يخربضوا وفساد نين عاصيه الدولة كوك عن سيري حرم كم بتبادن هيبول نين ديق لص عري وانتي قصص لقوا يشكو صو عرينا ما بتبادن هي وحنا كنا بتبادن نين لص عري بخربة نتجر نتجر وطو ماشى صور كصور انتين لدين ماي رواية كل حديث يقول يا حقوق دري ولا مانع جزية جزية دي نين ديده وقالوا سوع الرؤ يهودا من نصران ويدي ما يعانو بيت كان مجن قال هي وكعبد وكل دقينا لدين ما هي رواية مركز الخربة أو مستر كيدو خربة مستر كيدو وخرابة اسم فاعلنا وخارب وخارب طيب أبو سعيد المقبر وحيدي فخرج أبو شريح إلى نادي قومي فجلس فيه فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه كما حدث عمرو سعيد ما سمع من رسول صلى الله عليه وسلم وعما قال له عمرو سعيد الحديث عند أحمد مركو أنت أشيغي وكتغي وحيو أيمد ما يكو كبدوده يانا كوها ساوي النمان تلكي أو ابن خزعاء مركز أشيغ حديث كده حمرا سقي عمرو سعيد ساسان كوري أصلا ساسو إيدي أنا هو النبي كان كم بقى الحديث كاس إيجاد جيست ويقول سعلي مرك الله بعد نوان قبته الحديث كعمل نقل على أبو سعيد المقبري طيب عفوا سعيد ما بسعيد المقبري بان ربا رواية من الحديث كولا يا إبا هذا واحد مودا أنت هوش كده ما تي جواب كبحي صحابي وهوش عيضة رواية مرك أحمد وحي انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك أضيو نوايله أبو شريح نوايله وي وحول أضيو أنا كاق عن حرمة مكة أورد سكت من وين كنت يكون حد يقول حرمة مكة نبي يقول لقها كرعة عي يحديكم كده أخي صوبانه يوحل بالله شيء إيه اللي هذا تروح قيل كده قال النبي كده قال الله ماي سيدا كده هاي وحرمة يقول هذا أنا كاق أقوم بدن وأجمع المسلمين على أن صاحب القصة أدرى بها هاولينك قبصتي اياك هاقا اقوم بان سمالي ويتقو عين عينك قليبا هي يا الله ورصدا طيب اسنو حولي اناك هاقا اقوم بان وحي سوى طيب ليه قادة دي دوني انها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية بوري كعبه ممن عضو نين ليه قادة دي من عين ميزو نين ضاع كب حقيقي دولة دك عن تدانا ما دفاعيسو جزين بحوا يا رقالي لو قبنا بحوا هنا ما دفاعيسو فقال له حنقول قد كنت شاهدا وكنت غائبا فقد بلغت وقد أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن نبلغ أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك فأنت وشأنك ساسكوا لسحابي هو حج حج بنو يعوري هوش أمرك يدعيس أنا أشوف أذون واد مغنيت عمرو وأنا كسوق قارسي هوش النبي أنا فري كان نجا أشوف إنه قارسي فرين تاني كم مكان أنا أقول وأنا كقارسي وحين تقدم بي أذى يقش قادو يجي لأنه كم قصب كاره وركش يور بعض لو نقصي أمير كم حي لي ما لقى خصيص كاره حد يقول كم تشوف النبي قاعد يدخل تخصيص النبي إلا خصيصه محايا إلى مكان ليه ذا قبقي سوا محاي مذهب كان نين كان أفمرور وام محاي عقولية هاي نين كي دل متى أما إلا دباتي متى إما كقصو عرارة هاي أما جوغا والا دلي والغا قوصني إذن من يستحق القتال والقتل لا يعوده الحرم بقباه وركاسو لا يمد كو النبي وكلا دغالمي ال ديده مركو لو ديده كدمن لو فسح ساعه من نهار ما هي هاي
نمن قال او سد عن سبيل الله سمي حرام كم مد ودي ذي نبي وكفري دي جسد ذات شيء بركون نخلي دوي بهاي وين مدنيين هذا يتمرك مطلقا نينك مطا إن للدولة أمال الدباتي حرم كاتوم معين صدوب مغان قال لما الدين أيوه ولا أوفيني كفار قريش بان أبادين هي كفار قريش بان نبي وقباها إذن خاصة من الله سبحانه وتعالى ما فأنت معنا قال الله كفار قريش مسبقا بيوحيد متين إلا الله يو حرم كاللغ الله على قاعدة أفمرور لأنه مسبقا وامحي إلهي باسو إن الذين كفروا يسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام قرآن كآخرية مسبقا بوحي المرتدين كفار مشركين دقر قبا ومسلمين تمردوغي نفي مانا وبدبادين وحرمي اللي أنجرين إذا هضيت إنك دقر قبا حرم كادو تقول لمطا ولقوه فن دقرتي سأيتا وشو هي. مسبقا بنبق ومبهدين إذا من الله سبحانه وتعالى ساعة من النهار لكن نبي حكوا عديي نقر حقبو هسو عرو بعاكسو بيت كلا نينك معين سيدة مغنقلة ومن دخلوا كان آمنوا لما تابن كر معلق الزمين إيه سيل كلو حير اللقو حكتا إل كان أكون بتقلان وي ولا قؤذ ومن بنانك نقالها اللو ديدي عن قبطين بالصاري ما كون نفط قبط ايه اسال صوب حدون اي سنكا هاي وحال الزوجي بناد وكيدا يا شيخ ما نصوحا ودون تو كصوب حي حرمك جالس باللوايا هل مسلو سوقوري اجمعن اللي جاهدو من ابو الفرج بن جوزي ولا دهرنا يسوقور شنو سكير هريك وكدما يسوقور شنو اه نينك اسوى حرمك حرمتي سدمية اسوى حرمك دحت شوغا قف كدلا ودي كداري دي كيس والله دارين كاسوك لهذا حرم كو حط ما يزاي صف كدم بخصوص من حرم جديس من أنا وحكا قبين بعده كدش حرم كي مركا يدا نوى الغوق قصاصا كرا اجمع هذو أصحو محل شهيد بما معايا محل قال لاي من صوم عين بضي وكعبة يا حرم كي يمد وناسوك حرم كو جديس قصة مينين وحد يجا كدارين وسيد عبد الله مسير وزمي هاد معجزة مي وحباء ومغان قلي إذن قصدنا المركز دمستر كيدي يا أولي يذهبين دم إن شاء الله تعالى سبحانه وتعالى على